انا لما عملت فكره الجروب من الاول كان كل هدفي ان انا عايزه اشجع السيدات ان هم ينزلوا من غير ما يبقى عندهم قيود ان هم يمشوا في الشارع او يبقوا قلقانين من رد فعل الناس في الشارع. وفعلا ده في الاول كان في بعض السيدات عندها محرجه، امشي في الشارع ازاي؟ طب انا اروح الجيم؟ لا طب ما الناس هتعيب عليا. فشويه شويه الفكره ابتدت تكبر وزادت اكتر لما جت الكورونا، ساعدتني كتير بصراحه. يعني بعد الكورونا وبعد الحظر الجيمات اتقفلت والاماكن المقفوله كلها، ما بقاش في سوشيال اكتيفيتي في الاماكن المقفوله، فالناس كلها بقت الحاجه الوحيده اللي بتلعب فيها رياضه او تمارس فيها السبورت عن طريق ان هم ينزلوا يمشوا في الشارع في ساعات الحظر. ابتدت الناس تعرفنا خصوصا في الشيخ زايد، بقى مسمينا الوردات الارجوانيات، يعني باللون البيربل اللي هو الارجواني ده. فالناس عرفتنا، حسيت ان انا يعني لما بلبس التيشيرت واروح في اي حته ممكن مش عارفيني انا شخصيا، بس يقولوا انت تبع جروب ايسو. فحسيت ان احنا عملنا حاجه كويسه، سبيشلي لما الناس ابتدت تعمل جروبات في حتت تانيه، ده بيساعدني جدا. اول ما عرفت الجروب كنت زايده في الوزن، كنت وزني كبير، واتعرفت على الجروب ونزلت ولقيت جو جميل جدا، مشجع محفز على الرياضه، بيخليك تخرج الطاقه السلبيه اللي جواك، بيخليك تبقى احسن، مودك احسن، حركتك احسن. انا اصلا ما كنتش بحب المشي خالص، رياضه المشي من اكتر الرياضات اللي انا مش بحبها، وكنت متخيله، انا ما جربتهاش بس كنت متخيله ان هي متعبه بقى وان هي ممله. فلما عرفت ايسو واقنعتني برياضه المشي وقالت انزلي طب جربي جربي هو تعجبك، ولو ما عجبتكيش يا ستي خلاص بطلي. فالمهم نزلت معاها فعلا، حبيتها جدا.